مشاهدينا، اهلا بكم الى هذه التغطيه المتواصله للجزيره مباشر لتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليه بلاده باسطنبول. هذا المكان الذي نشاهده في الخلف واخر مكان ظهر فيه جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر قبل ان يغادره ماديا بعد تقطيع جسده من قبل الفريق السعودي، ومن ثم ذهبوا به الى مقر القنصل السعودي. كما تحدثت مصادر امس للجزيره من مكتب الادعاء العام ان فريقا مكونا من 3 أشخاص بقيادة ماهر المطرب وصلاح الطبيقي وذاعر الحربي، هؤلاء 3 ذهبوا بما تبقى من جسد جمال خاشقجي بعد تقطيعه وحمله في 5 حقائب إلى هذا المنزل بيت القنصل السعودي، ومن ثم قاموا بإذابته داخل أحد غرف مقر إقامة القنصل. في حوالي 2 ساعة قاموا بالبدء بهذه العمليات، عمليات إذابة الجثة عبر حمض الأسيد وكذلك عدد من الأحماض الكيميائية الأخرى التي تستخدم في تسريع إذابة الجثث. بعد عملية الإذابة توجه ماهر المطرب إلى الفندق، وكذلك توجه الفريق الآخر المكون من 2 وهما الحربي وكذلك الشخص الآخر وهو الطبيقي، ذهب إلى الفندق أيضا ولكن بعد 2 ساعات، ومن ثم اتجهوا إلى طائرة والتي أقلتهم إلى الرياض. أيضا هذه المعلومات أكدت الفرضية التي تتحدث عن إذابة الجثة، ما دعا السلطات التركية أيضا عبر تسريب خاص بالجزيرة أمس بإيقاف جميع عمليات البحث المتواصلة التي كانت تجرى خلال 36 الماضية في مناطق عديدة في اسطنبول. أبرز هذه المناطق 3 التي توجهت إليها السيارات التي خرجت من هنا في وقت متقارب، ربما بغرض التمويه وتشويه الأدلة التي ربما سيعتمد عليها الجانب التركي فيما بعد لفحص هذه الكاميرات. توجهت هذه السيارات إلى 3 حددتها السلطات التركية في وقت سابق، ومن ثم باشرت بعمليات فحص واسعة في جميع هذه المناطق 3، 2 منهما في مدينة اسطنبول، وكذلك النقطة 3 هي في ولاية يلوى المقابلة لولاية اسطنبول على بحر مرمرة. إذن أنهت السلطات التركية جميع عمليات البحث بعد أن تأكدت أن جثة جمال خاشقجي قد تم محوها بشكل كامل. إذن هذا هو الرد على السؤال الذي طرحه المسؤولون الأتراك خلال الفترة الماضية، بداية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كذلك مرورا بوزير الخارجية التركي ووصولا إلى الادعاء العام وخاصة المدعي العام التركي عندما قابل النائب العام السعودي وطلب منه الإجابة عن هذا السؤال الملح، أين جثة جمال خاشقجي؟ إذن كان هذا هو الرد، الجثة تم محوها بشكل كامل، لم تتحدث السلطات السعودية ولم تجب عن هذا السؤال، بل أجابته السلطات التركية، ويبدو أنها اكتفت بهذا الرد عند هذه النقطة تحديدا بعد عمليات البحث المضني وبعد أن تأكدت من عبر العثور على مواد وعينات من داخل البئر الذي يقع داخل مقر إقامة القنصل السعودي. وأيضا هذا البئر حوله الكثير من علامات التعجب والاستفهام حول مدى جدية التعاون السعودي في عمليات البحث. الجانب السعودي حتى هذه اللحظة لم يسمح للجانب التركي بتفتيش جنائي واسع لهذا البئر الذي يقع داخل مقر إقامة القنصل، ولكن عوضا عن ذلك سمح السعوديون بمجرد أخذ عينات وفحص الفندق البئر ظاهريا عبر أخذ عينات من المياه داخل البئر دون تفريغ المياه المتواجدة داخل البئر التي حوالي 6 أمتار كاملة من المياه داخل البئر. كان الأتراك يريدون أن يفرغوها ومن ثم يأخذوا عينات من التربة، لكن السعوديون رفضوا هذا الأمر مرارا وتكرارا واكتفوا بالموافقة على أخذ الجانب التركي مجرد عينات هي التي أثبت من خلالها وجود حمض الأسيد وكذلك أحماض ومواد سامة أخرى، هي هذه المواد تستعمل في إذابة الجثث، ما دفع الأتراك إلى التأكد من هذه الفرضية أن جثة جمال خاشقجي لم يعد لها وجود. ببساطة هذا ما فعله السعوديون بجثة مواطنهم جمال خاشقجي الذي ذهب إلى القنصلية وكان من المفترض أن يحتفل بعيد ميلاده بعدها بأيام، وأن يحتفل أيضا بعقد قرانه، لكن عوضا عن ذلك تم قتله وتقطيع جثته وأيضا حرمانه من آخر وصية وصى بها. كما تحدث صلاح نجل جمال خاشقجي في حواره مع CNN حيث قال إن جمال خاشقجي كانت له وصية
واحدة، وهي أيضا وصية أبنائه من السلطات السعودية عندما قابل الملك السعودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عندما طلب منهم أن تدفن جثة جمال خاشقجي داخل البقيع بالمدينة المنورة. عوضا عن ذلك قامت السلطات السعودية بالفعل بإذابة هذه الجثة ومحو الجثة بشكل كامل، أي أنها ببساطة لا تستطيع أن تدفن ولن تستطيع أن تدفن وأن تجرى مراسم دفن على الشريعة الإسلامية كما طلب بذلك أولاد ونجل جمال خاشقجي. إذن هذا عن الجثة، ولكن هناك سؤال ملح آخر، هو أيضا السؤال الآخر الذي طرحه الرئيس التركي وكذلك تطرحه السلطات التركية مرارا وتكرارا. إن كان هذا عن الجثة وهذا هو السؤال الأول، فماذا عن السؤال الثاني؟ من الذي أمر فريق الاغتيال، وأيضا من الذي أرسل فريق استطلاع قبلها بأيام إلى اسطنبول للبحث عن أماكن لدفن جثة جمال خاشقجي؟ يبدو أنهم لم يوفقوا في العثور على أماكن بعيدة عن نظر السلطات التركية، ولذلك قام فريق الاغتيال لاحقا بتقطيعه ونقله عبر حقائب تم شراؤها من سوق في مدينة اسطنبول. تم رصد هذا السوق وهذه الحقائب أيضا تم رصدها بعد أن اشتراها الجانب السعودي هذا الفريق، فريق الاغتيال، ومن ثم عندما ذهب لتقطيع هذه الجثة، من ذهب ومن أمر بتنفيذ هذه العملية، ومن أرسل أيضا فريقا بحجة المساعدة في العثور على جثة جمال خاشقجي والمساعدة في التحقيقات؟ ولكن عوضا عن ذلك كان الفريق الثالث يعمل على طمس وتشويه الأدلة وكذلك منع الأتراك من الوصول إلى المعلومات الصحيحة حول ما جرى داخل القنصلية السعودية. وتأكد فيما بعد للجانب التركي أن هذا الفريق السعودي كان يحتوي على خبير كيميائي وكذلك خبير بعلم السموم. هذا الفريق كان يهدف إلى طمس وتشويه ما تبقى من أدلة بعد أن أيضا مسح مسرح الجريمة صلاح الطبيقي. إذن من أمر بتنفيذ هذه العملية الواسعة المكونة من ثلاثة فرق على مدار أيام طوال؟ هل هذا الأمر فعلا ليس له علاقة بولي العهد السعودي الذي تذهب إليه الكثير من علامات التعجب وتذهب إليه الكثير من علامات الاستفهام؟ هناك أسهم كثيرة تحيط بولي العهد السعودي، خاصة أن الطائرات التي قدم منها فريق الاغتيال كانت طائرات تابعة لولي العهد السعودي مباشرة، كما تحدثت مصادر صحفية ونقلت أيضا CNN أن هذه الشركة، شركة الطيران، هي تابعة رأسا لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مما يدفع بالكثير من الأسئلة والكثير من الشكوك. لكن لا توجد إجابات رسمية بعد من الجانب التركي حول هوية هذا المسؤول الذي يقبع في السلطات العليا السعودية، وهو أيضا أقل من الملك سلمان. إذن هي أحجية، ولكنها أحجية سهلة بالنسبة لمن يتابع السلطات التركية ولمن يتابع وسائل الإعلام التركية، التي لم تطرح الآن هذا السؤال ولم تطرح الآن الإجابة على هذا السؤال، لكنها عوضا عن ذلك تتحدث بشكل واضح وتضع صورة ولي العهد السعودي عندما تطرح في عناوينها الرئيسية من هو المسؤول عن هذا الأمر. لا تجيب، لكنها تكتفي بوضع صورة الأمير السعودي، مما يوحي بالإجابة على هذا السؤال الذي تطرحه السلطات التركية مرارا وتكرارا، كذلك تطرحه كما ذكرنا وسائل الإعلام التركية. هناك أيضا انتظار في الواقع من قبل الصحافة التركية وسائل الإعلام التركية، وأيضا من قبل المحللين الأتراك الذين يهتمون بواقع عملية قتل جمال خاشقجي. هناك اهتمام كبير بما ستسفر عنه اللقاءات التي سيعقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتدى باريس للسلام التي سينعقد بعد عدة أيام في العاصمة الفرنسية. وكذلك من المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يسفر عن هذا اللقاء ربما موقف واضح أمريكي تجاه المملكة العربية السعودية، وما يوافقه أيضا حديث الرئيس ترامب بعد انتخابات التجديد النصفي عندما تحدث أنه خلال أسبوع سيتم إعلان موقف أمريكي أكثر وضوحا وأكثر قوة بالنسبة لقضية جمال خاشقجي. ربما كان يقصد بعد مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وربما يكون هناك أيضا موقف موحد، لا نعلم بعد طبيعة هذا الموقف، لكننا ما نعلمه تأكيدا أن قضية جمال خاشقجي ستكون موجودة على طاولة
تمت الاجتماع بين كلا الرئيسين، الرئيس الجمهورية التركي وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، بالتأكيد سنطلعكم على آخر التطورات وآخر الأخبار.